لحظات للكابتن الراحل ثابت البطل احد نجوم القلعة. تمشي الكره مره ثانيه سريعه، ابو تريكه يرفع وملعوبه، ولكن التغطيه من كمار يقوم بالواجب الدفاعي، وكره تلعب سريعه ماني وترجع ليانيس بوجلبان اللي حولها لابو تريكه. ينطلق ابو تريكه وبينيه ما فيش تسلل، والمتابعه من سمير عبود في الوقت المناسب يحول الكره لجيلبرتو. جيلبرتو يحول الكره لمتعب، عوده مره ثانيه لجيلبرتو. جيلبرتو يرفع الكرة عرضية وفلافيو رأسية، وحقيقة برانكو اسلوبه في هذه الأداء. جيلبرتو خطير اللي في الأوفول. الهدف الأول لنادي الأهلي المصري، كرة أولى خطيرة، وجيلبرتو كما قلت الخطورة دائما من جيلبرتو، ويسجل عماد متعب الهدف الأول في الدقيقة 21 من شوط المباراة الأول. إذا فرحة هنا في ملعب استاد القاهرة من قبل الجماهير الأهلوية في هفوة دفاعية فادحة من نادي الاتحاد، ويكون هذا الهدف الأول للنادي الأهلي في هذه اللحظات الأولى من المباراة. شوف الأوفر، جيلبرتو وجد المساحة والكرة العكسية، هدف عكسي الحقيقة. شوف وسام الحمادي هو اللي عكسها، شوف المتابعة، شوف الكرة. شوف 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 جيلبرتو الخطير، جيلبرتو الخطير ومتعب. بيرتو الكرات الثابتة مصدر خطورة دائما، والتحول إلى خارج الملعب الهدف. لكن قبل الهدف الحقيقة لابد أن نقول واقعيين، فريق الاتحاد كان أكثر تنظيما والأكثر خطورة، وهذه كرة متعب ومتعب، والله 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 عبود، يا سلام يا عبود، يا سلام يا سمير يا عبود، الله 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 من متعب، والله الله من بلابي، والله الله 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 من سمير عبود الحارس الكبير، وانقذ مرمى من هدف اكيد. شوف 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 شوف، الله يا عبود، الله يا عبود. جيلبرتو يعكس الكره عرضيه، الله يا بلابيو، بلابيو يا يا يا، الاوفر الاوفر خطير الحقيقه، وبلابيو خطروش يراوغ جيلبرتو، والخطروش يرفع والحضري يخرج، كره خطيره كان من هناك متابعه، وكرة هفوة دفاعية، هفوة دفاعية، أوه خطيرة من متعب، متعب فعلا، متعب فعلا عماد متعب، متعب فعلا عماد متعب في هذه الكرة. شوف لعبها بلافيو، شوف الثغرة يستغلها هذا المهاجم المتعب عماد متعب في هذه الكرة. شوف اللي عاد مرة ثانية، كرة خطيرة كانت للنادي الأهلي. 42 دقيقة ونصف تحت، وبلافيو ولكن متابعة، والمتابعة خطرة، ومحمود مخلوف وخطيرة بركات ويرفع، ولكن سمير عبود الركنية الأولى للنادي الأهلي والثالثة في المباراة، وسمير عبود في التغطية، وترجع الكرة مرة ثانية، الضربة كداخل منطقة الجزاء وترجع وخطرة ومرفوعة، ومن هناك يونس الشيباني، ارتباك في خط الظهر بالنسبة لفريق الاتحاد، ولكن كرة والفني قليل إلى حد ما. متعب متعب إلى فلافيو، مشاكس خطيرة، والله خطيرة من فلافيو، خطير الأنغولي صاحب الهدف الوحيد في مونديال 2006. مع عاشور يحول الكرة إلى جيلبرتو الخطير بالطبع من نجوم المباراة، جيلبرتو كورة يا 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 يا، شوفوا كل الخطورة من جيلبرتو، وفلافيو أماتو ضيع كورة هدف ثاني للنادي الأهلي. شوف الإعادة، شوف المتابعة، والله حلوة من جيلبرتو، وفلافيو أمادو لعبها وكاد أن يكون الهدف الثاني لنادي الأهلي. شوف شوف الخطورة هنا، مصدر الإزعاج هنا هو يقول العب، وتمشي الكرة السريعة الآن لأنيس بوجلبان، أنيس بوجلبان يحاول يمر ويسدد، ولكن كرة بعيدة على مرمى افتاح إلى لانجلي، لانجلي يمر، لانجلي يراوغ، لانجلي يدخل، لانجلي يلعب، ومتابعة كولوبالي، الله يا 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 كولوبالي، يا ولا على بالي يا كولوبالي، ولا على بالي يا كولوبالي، وكرة تمر بجوار محدد، وجعلت الحقيقة الكل هنا في استاد القاهرة يضع يده على رأسه، وشوف وشوف أنجلي، وكرة خطيرة من كولوبالي، يا 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 يا، النكوع والمتابعة مرة ثانية والتسديد، الله، ولكن في راية منطقة جزاء نادي الأهلي.
في هذه اللحظات يلعبها يوان لانجلي، وكرة ملعوبة كمارا ودربكة وعودة سور رواني، ولكن في صافرة من حكم المباراة السيد أليكس أكوت، واللي نبعث بأحلى تحية إلى الجمهور الليبي، نقول لهم نحن ما خسرناش، نحن بالطبع كسبنا فريق كبير، كسبنا الروح رائعة جدا لهذا الفريق. شاد يصفر حكم المباراة أليكس أكوتي ويعلن عن نهاية المباراة بين الشقيقين النادي الأهلي المصري ونادي الاتحاد، فنقول بكل روح رياضية ألف مبروك لنادي القرن، ألف مبروك لنادي الأهلي، وأرض لك لنادي الاتحاد، ولكن وجهة نظري أنا